تمثل امتحانات الكفاءة والمفاضلة لطلاب المتنافسين على المقاعد المجانية في الجامعات الحكومية والأهلية إحدى صور الصمود والتحدي للعدوان وأثاره السلبية على التعليم العالي، خصوصا ما يتعلق بتعويض الطلاب الذين حرمهم العدوان من منح التبادل الثقافي. لليوم الثاني تواليا تستمر امتحانات الكفاءة والمفاضلة بين الطلاب المتنافسين على المنح الحكومية والخاصة، حيث يسعى 7171 طالبا وطالبة إلى الحصول على المقاعد المجانية في الكليات الطبية والعلمية والهندسية. احنا هنجري فقط الامتحان ونرفع والتصحيح ونرفع بالنتيجة لوزارة التعليم العالي، ومن هناك يتم إن شاء الله عملية المفاضلة وعلى الطلاب العودة إلى وزارة التعليم العالي لمعرفة ذلك. تصحيح طبعا إلكتروني كما كان في الأمس أيضا، الذي تم أيضا تصحيح نتيجته وإقفالها في الأمس. اليوم أيضا إن شاء الله بمجرد انتهاء الامتحان يتم التصحيح. 10% من المقاعد في الجامعات الحكومية و5% من الخاصة تعد مقاعد لوزارة التعليم العالي في التخصصات العلمية والطبية والعلوم الإنسانية، تطبيقا لمبدأ تحقيق العدالة والنزاهة وتكافؤ الفرص بين الجميع، ويتم توزيعها وفقا لشروط محددة. لم نجد أي معوقات، وحضرت أنا السنة الأولى في هذه الاختبارات كانت هوش لي قليل، فهذه السنة أحسن من السنة الأولى بكثير، كل شيء منظم، كله مرتب تمام. نشكر وزارة التعليم العالي أنها أتاحت لنا الفرصة بالمشاركة في مثل هذا المنافسة على المنح رغم الظروف التي تمر به بلادنا من سوء التعليم وعدم توفر المنح الخارجية، لذلك وزارة التعليم العالي قدمت خدمة كبيرة وخصوصا لنا ذوي الاحتياجات الخاصة. إجراءات امتحانات الكفاءة والمفاضلة تعتمد على نظام اختياري للإجابة في المواد كافة قبل تصحيحها إلكترونيا لضمان شفافية ونزاهة النتائج التي تعلن في وقت قياسي. القيس أحمد، اليمن اليوم.